هنتكلم النهاردة عن أكثر الأماكن رعبا في السعودية ومستشفى مهجور، مستشفى عرقة في الرياض، والمكان ده حصلت فيه أحداث غريبة ومرعبة زي قصة الشاب السعودي محمد القحطاني والكارثة اللي حصلت معاه مع الجن في مستشفى عرقة الساعة 8 مساء في الرياض وفي عام 1998. بس قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة ياريت نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة بتاعتنا، وياريت تتابعوني على قناة على اليوتيوب، ويلا بينا عشان ما نطولش عليكم. بتبدأ أحداث قصة اليوم في الرياض، بمدينة الرياض في عرقة تحديدا في عام 1998. بيقول محمد البلك من العمر 19 سنة ان هو في يوم من الايام كان رايح يزور صديقه المريض في مستشفى عرقة اللي انتوا هتشوفوها في الفيديو، واول ما وصل سأل موظف الاستقبال عن الغرفة اللي موجود فيها صديقه واخبره ان هو متواجد في الطابق الثاني في الغرفة رقم 21. وبالفعل راح محمد للاسانسير، كان عايز يروح للدور الثاني لكن الاسانسير ما فتحش معاه في الدور الثاني، وفضل معتقد محمد ان في عطل فني في المصعد او مشكله معينه في البدايه، لكن فجاه الاسانسير ابتدى يشتغل وفضل يطلع لغايه ما وقف عند الدور التاسع. واول ما فتح الاسانسير لقى الدور كله مظلم ومهجور، ومحمد كان مرعوب ساعتها وقال وهو بيكلم نفسه ازاي مستشفى كبير زي مستشفى عرقه يبقى فيه دور بالمنظر ده. كان محمد ساعتها هيغمى عليه من الرعب لكنه قرر الخروج من الاسانسير، ولقى امرأة غريبة طويلة ووجهها اصفر وشعرها اسود واقفة قدامه، وهي طبعا كان شكلها غريب جدا، ومحمد من غير ما يعرف يعمل اي حاجة دخل على طول على الاسانسير وعمال يضغط على زر النزول للطبق الاول. واول ما الاسانسير نزل محمد كان قلبه رايح من الفرحة عشان خرج من المكان المرعب ده، واول ما خرج لقى ممرضة اسمها نورة. نورة خافت اول ما شافت ملامح الرعب على وجه محمد وسألته هو ليه خايف كده، فراح رد عليها محمد قال لها هو في واحدة فوق في الدور التاسع شكلها كان غريب جدا. فالممرضة طبعا ابتسمت لي وقالت له انت خوفتني، انا كنت فاكرة ان في حاجة حصلت معاك. قالت له ان دي واحدة موجودة في الطابق التاسع وان هي مريضة بمرض نادر، والموظفين في المستشفى بيخافوا من سلوكها لان هي عصبية علشان كده عزلوها في الطبق التاسع، وان نورة الوحيدة اللي بتتعامل معاها. وقالت له كمان ان المرأة دي انسانة طيبة لكن باقي الموظفين ما فهموش طباعها عاملة ازاي، وكمان طلبت نورة من محمد ان هو يجي معاها للطبق التاسع عشان يطمن بنفسه ويرتاح وميبقاش فيه اي حاجة مضايقاه من المرأة ديت او الدور التاسع حتى. فمحمد ارتاح لكلامها ووافق وراح معاه للدور التاسع. واول ما وصلوا للطابق التاسع طلبت نورة منه انه ينتظرها ويجلس في الكرسي اللي قدام باب غرفة المرأة لحد ما تستأذن منها ان هي تسمح له بالدخول، لان هي ما بتحبش اي حد يدخل معاها بدون ما تكون سمحت بكده. فمحمد قال تمام وممكن يستنى لغاية ما هي تستأذن منها علشان يدخلوا مع بعض. بدل ما استنى 20 دقيقة ومحمد ما سمعش اي صوت، ما سمعش نورة بتطلب منه ان هو يدخل، وقال ساعتها انا كنت خايف جدا على الممرضة لحسن تكون المرأة الغريبة دي اتعملت لها حاجة. ففتح الباب لها صدمة كبيرة جدا لان الغرفة كانت فاضية ما فيهاش ولا نورة ولا المرأة العجوز، بل حتى انه شاف جزء من الغرفة اول ما نورة دخلت وكانت الغرفة عادية، بس اول ما فتح الاوضة لقى الاوضة كانت غريبة جدا،
كأنها محروقة وفيها حاجة مش طبيعية. بس محمد طبعا اترعب وراح جري على المصعد، بس أول ما دخل الأسانسير ما كانش شغال، وأول ما الكهرباء رجعت على طول حس بإيد كانت على كتفه وبتقوله إن هو هيموت وعمره 50 سنة. وبعد كده المصعد اشتغل، وأول ما نزل على طول نزل للدور الأرضي، وبعديها راح للبيت وهو خايف. وقال في اليوم التاني في الصبح راح للمستشفى عشان يسأل عن الممرضة، لكن الصدمة إن هي قالوا له إن مفيش أي ممرضة اسمها نورة في المستشفى. والشيء اللي زاد من خوفه إن المستشفى مكون من 8 طوابق، وما هي إلا لحظات حتى أغمى عليه وفقد الوعي. وهل محمد في خيارين في حياتي؟ أنا ندم جدا إن أنا عملتها. الأول إن أنا فتحت الباب في الدور التاسع وخرجت وشفت الدور المهجور الغريب ده، والتاني إن أنا صدقت كلام نورة اللي أنا ما عارف هل هي إنس ولا جن، وطلعت معاها. وهو لحد الآن خايف جدا ومرعوب، لأن الصوت دوت كان قايل له إن هو هيموت وهو عمره 50 سنة، وهو عمره حاليا 44 سنة. بس هو طبعا مؤمن بقضاء ربنا وإن الجن أو الشياطين أقصى ما مقدورهم فعله للإنسان هو الوسوسة. الله أعلم يا جماعة هل القصة دي حقيقية ولا لأ، الله أعلم. بس محمد القحطاني الشاب السعودي هو اللي قال القصة دي. بس انتوا ايه رأيكم؟ هل اللي شافوا ده ممكن يكون بفعل الجن فعلا؟